طيب انه بالاخر مش لازم نتوقع من السياسيين اللي كامشينا على اخوانينا يتركونا نتنفس من دون ما نفرجيهم العين الحمراء. لو ما كنا غنم ما كانوا مثل الكلاب فلتانين علينا. نحن غنم وهن عارفين. الكلاب شغلتها تمشينا على الزيح، واذا واحد منا طلع عن الزيح بياكل عضة. طيب على القليلة تعوا لنعمل معزة. تيوس معزة، من شو بتشكي تيوس المعزة؟ بس لمين عم تحكي؟ بكرة بيطلع واحد من هيديك الميلة وبسبني بتصير طائفية، بيطلع واحد تاني يدعمني بتصير مذهبية، والبلد بين الطائفية والمذهبية صاير مثل دنب الحمار. ماشي، بس وينه الحمار؟ قريبا رح نقول ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار. هذا رأيي، فكر فيه.